بشمال الأقاليم الجنوبية وأخرى من الأجواء العليا بباقي المناطق. غدا بحول الله سيستمر الطقس البارد بالمناطق الداخلية بالأطلس، بالريف، بالجنوب الشرقي وكذلك بالمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محلي أو جريحة. وبشمال المملكة سنلاحظ انتشار كتل ضبابية محلية وذلك على طول الواجهة المتوسطية بالسهول الأطلسية. وبشمال المنطقة الشرقية مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، هذا وستهب رياح نسبيا قوية بمنطقة طنجة لتصل درجات الحرارة الدنيا دائما بطنجة تحت الصفر، بمدينة بولمان درجة واحدة تحت الصفر، بإفران درجة واحدة ستجل بكل من بوعرفة، وكذلك في جيك 3 درجات بوجدة، درجتين بالناظور و6 درجات ستسجل بكل من الدار البيضاء بسطات خريبكة وبمدينة وزان وكذلك بالحسيمة. درجة حرارة النهار ستصل إلى 16 درجة بكل من الناظور وكذلك بمدينة تطوان، 18 درجة بطنجة، 20 درجة ستسجل بالرباط وبمدينة العرائش، و17 درجة بتونات، 18 درجة بمدينة فاس. بوسط المملكة ستكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات متفرقة بجنوب منطقة الأطلس وبسهوله المجاورة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. كما نلاحظ درجات الحرارة ستعادل بمشيئة الله درجتين بمدينة رشيدية، 4 درجات بأرفود وكذلك بسكورة، درجتين ستسجل كذلك بورزازات، 16 درجة بمدينة طاطا، 10 درجات بترودانت، و14 درجة ستسجل بكل من أكادير وبسيدي إفني. ودرجة حرارة النهار ستسجل دائما بالرشيدية 15 درجة، 20 درجة ببني ملال، 22 درجة بمراكش، 24 درجة بأسفي، 25 درجة بالصويرة وبترودانت، و23 درجة بقلمي. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء غائمة عموما مع نزول بعض الزخات المتفرقة، هذا وستهب رياح نسبيا قوية مع رفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية لتصل درجات الحرارة بمدينة الزاك، ستصل إلى 12 درجة، 15 درجة، 3 درجة ببكرة وكذلك بالعيون، و13 درجة بمدينة بوجدور. درجة حرارة النهار بالزاق ستعادل 17 درجة، 26 درجة بقلت الزمور بالعيون وبمدينة طرفايا، 24 درجة بطنطان وببكرة، و23 درجة بمدينة بوجدور. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء مشمسة وصافية إلى قليلة السحب كما يظهر. درجات الحرارة ستعادل بمشيئة الله ببئر أنزران 15 درجة، وستسجل كذلك بالدخل 20 درجة بأوسرد، و16 درجة بالكويرة. ودرجة حرارة النهار ستعادل ببئر أنزران 31 درجة كأعلى مقياس، 30 درجة بأوسرد، 22 درجة بالدخلة، وبمدينة الكويرة ستسجل 23 درجة. وعن حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، بسواحل البغاز سيكون قليل الهيجان إلى حلو قد يصل إلى مترين ونصف، وبالسواحل الأطلسية سيكون كذلك قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيتراوح ما بين متر واحد ومترين. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام 5:12 وفي تمام 5:34، الجزر في تمام 11:28 وفي تمام 11:36، شروق الشمس بالرباط في تمام 8:35 وغروبها سيكون على الساعة 6:41. وبالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم السبت سيستمر الطقس البارد بالمناطق الداخلية بالأطلس، الريف، بالجنوب الشرقي وكذلك بمنطقة الشرق مع تكون صقيع محلي أو جريحة، هذا وسنلاحظ نزول بعض القطرات المطرية بالأطلسين الكبير والصغير بشمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، كما ستهم كذلك بعض الأمطار المتفرقة المناطق غرب الأطلس، الشمال الغربي للمملكة،
الأطلس المتوسط ومنطقة السيس، كما ستشهد مرتفعات الأطلس الكبير ستشهد بعض التساقطات الثلجية ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد المناطق. يوم الأحد سيستمر الطقس البارد بالأطلس بمنطقة الريف بالجنوب الشرقي وبمنطقة الشرق مع نزول أمطار محتملة بالأطلس بمنطقة الريف وكذلك بالشمال الشرقي، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الانخفاض الطفيف خلال النهار بالمناطق الوسطى وستشهد بعض الارتفاع بباقي المناطق. يومي الاثنين وكذلك الثلاثاء سيستمر دائما الطقس البارد بالأطلس بمنطقة الريف بالجنوب الشرقي وبمنطقة الشرق مع طقس متقلب ولله الحمد وعودة لأمطار الخير بالنصف الشمالي للمملكة، درجات الحرارة ستشهد بعض الانخفاض خلال النهار. أمل أن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، لكم مني ومن طاقم النشرة أجمل التحايا، إلى اللقاء.